أحب هو الشعب الجزائري، وتوافد من أجله صبيحة اليوم العديد من الجزائريين إلى مقبرة العليا بالعاصمة إن ترحموا على روح الفقيد المواطنون الذين لم يتمكنوا يوم أمس من الدخول إلى مقبرة العليا وحضور الدفن، توافدوا اليوم قبل عودتهم إلى ولايتهم. عبد النور رحاب وهند مارين بعث لنا بالتصريحات التالية. ولا يسعنا إلا أن نقول ما يرضي الرب جل وعلا باسمنا وأصالة عن أنفسنا. احنا اليوم جينا نودعوا في الراجل هذا، وهذا بطل البطولة، هذا زعيم الزعامة، هذا كفى ووفى. سمعت؟ هذا كفى ووفى وحلف قلم قطرة دم ما تسيحش من الجزائر، وما نقبلش ما نقبلش، هذا بطل البطولة. هذا صدقني يا، هذا هو الراجل تاع البلاص، والله العظيم صدقني يا، انا نشوفه قايد صالح هكا، نشوفه في التيلي ومني كنت صغير، والله العظيم تحسبوني بربي يا اخي. سمع هذا بينا، وهذا هو اللي، هذا هو الراجل تاع البلاد. يعني انا نقول للشعب الجزائري هذه فرصه كبيره باش يزيدوا يتلحموا اكثر مع الجيش ومع مؤسسات الدوله بصفه عامه ومع الرئيس المنتخب الحالي، واليوم نروحوا يعني نتجاوزوا كل الاشياء ونروحوا لبناء الجزائر الجديده. جزا بالجزائر إلى بر الأمان، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بهذا المصاب الجلل توحدت الجزائر وتوحدت كلمة الشعب الجزائري. نترحموا بالقايد صالح الله يرحمه، وكان قائد الأركان وأب مجاهد، وكان محافظ على الأمانة، رب الله يرحمه وربي يستره. جيت على جون البارح وصلت هنا الباب ما خلوناش ندخلوا، جيت باه ندخل وما دخلتش، نمشي ونطيح، وأنا مريضة، أنا مريضة، غاضنا بزاف، غاضنا، أسفنا بزاف. واش نقول لك يا بنتي، واش نقول لك؟ الله يكثر من مثاله، والله يخلي واحد كيما هو مثاله إن شاء الله.